قفل بارك كامل كان بيورد فيه الخشب ده. الادوات اللي انت قفلته ده دي للبياعين دي. ايوه ماشي. ولو 1000 جنيه كل شهر البياع ممكن يدفع. كلفني بس حاجه واحده، ان انا هقف مكاني ما حدش يجي يقول لي شيل من هنا وتعالى من هنا وروح هنا. خد بالك. وفي حاجه ثانيه، بتوع المجمع كمان بالذات بيشتغلوا مع الموظفين. انت لو عايز تعمل مكان ده مكان سياحي هيشتغل سياحي، بما معناه بتشتغل الثلاث ساعات واربع ساعات مع الموظفين. اللي حاطه ايه؟ انا من شهاده. ليك كام سنه شغال في المهنه دي؟ 35 سنه. حبا عن جد. بقالي شو طلعت حد من 35 سنه؟ لا اصل جديد عن بنك اسكندريه اصلا. كام سنه؟ ليك كام سنه يعني؟ انا ابويا كنت واقف مع ابويا من 35، انا بقالي دلوقتي حوالي 17 سنه. ف عند بنك اسكندريه؟ قدام بنك اسكندريه. لما قال لك ما فيش اي مشاكل؟ لا ما فيش طبعا مشاكل. ولا اي مشاكل ولا في اعتراض من الاحسن. ماشي يا عم. هيثم اتمنى.